أني اسمي أسماء. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلاً أعزائي المشاهدين، حب أقول لكم أن الشخصية اللي معانا مش مكئبة نهائي، على قد ما هي مبهرة. عارفة أسماء؟ عايز أخلف ملك بدل الوضع 10. كلنا بنتاجر، أنا باكل عيش. اتخبلت يا بت. لما راعي الغنم يبقى مش عارف ياكل الغنم بتوعه، بيطلع بيهم على الصحراء عشان هما ما يلاقوش حاجه ياكلوها فيموتوا من الجوع. وصح ارجعي يا قطر. هو المسكنات اللي عماله تحنيها في جدتك خلتك ما تبقيش حاسه بنفسك ولا حاسه حتى بيتحرقوا حواليكي. قولي لما بتصلي دايما بتعيطي خشوع؟ ها؟ ولا عارفه انك عملتي مصيبه عمر ربنا هيسامحك عليها؟ حبيبي لازم تعالى. عيطت عندك ما تقول أسماء سيبني. هي دي مشكلتي ومشكلتنا كلنا، كل واحد مستني المهدي المنتظر، ما حدش عايز يقف في وش المدفع، وعشان كده المدفع مش فاضي. عارف انه يوم ما هيضرب هيموت مش واحد بس، هيموت ألف. أنا عمري ما قلت إني بطلة، أنا واحدة بتطالب بحقها، ليها حق وعايزة تاخده، واكتشفت أصلا إن الحق ده ملهاش. أنا عندي إيدي